نحب نقول لك على جريمة قاعد ترتكب توا هنا. توا في اللحظة دي احنا هوني وندوة صحفية تاع قلب تونس دفاعا على ملف في القضاء. اعطيني الجلسة. اعطيني سيدة رئيسة انت اللي قاعد تعمل هنا. Round 1 Fight. بالنسبة للزميلة اللي تعودنا بالسياح والعيات نتاعها والتبريد، بالنسبة ليها هي معناتها يلزمها تحكم في كتلة قلب تونس شنو تعمل وشنو ما تعملش. هذوما الديمقراطيين اللي يدعيوا الديمقراطية واللي هما ما يعرفوا في الديمقراطية حتى شيء، هذوما تحكي على رئيس حزبنا اللي هما حطوه في الحبس واللي هما ماذا بهم يبقى في الحزب في الحبس وقت اللي نجبدوه احنا كرئيس حزب سياسي مترشح لانتخابات رئاسية. هذه امرأة تدعي الديمقراطية وهي بارب ومسايب، بارب ومسايب في البلاد. هذه مانيش باش نسكتولو نحنا وما عادش عندها الحق باش تجبدنا بحتى كلمة. نبيل القروي ربحكم في الانتخابات وهذاك علاش لليوم ما زلتوا مرضى به. مرض 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 ولا عندكم مرض؟ سيد النيب سيشي ولا سيد النيب دافع عليه ليه؟ رئيس حزبي دافع عليه وشبيه دار الوالد هو دار الوالد مجلس الشعب مجلس الشعب سيد النيب اكثر منكم